كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم عندنا مباراة الطائي والاتحاد بمدينة حائل على ارض الطائي وبين جماهيره وبين جماهير الاتحاد، وباذن الله فوز لنا وثلاث نقاط باذن الواحد الاحد. لايكاتكم واشتراكاتكم، نبغى نوصل المقطع هذا لعشرة الاف لايك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، نبدأ. بسم الله الله اكبر يا اخوان، دول ما يتسجيل. لا 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 الحمد لله، لا لا الحمد لله يا اخوان، دول ما يتسجيل. ماذا انت فعل يا الساطي؟ ما هذا الهدف؟ ليت بنزيما موجود يتعلم منك الساطي. الله يفوز الصقور، الله يظهرنا الجديد، والله الله يدبل، الله المقصية. آه يا الشوق، الشوق مليون والحب عشرة مليون لك يا إتي. آه يا نادي الوطن، آه يا عشق، آه يا حب يا فن. آه بإذن الله اليوم فايزين وبالثلاث نقاط راجعين على جدة. جريتا فامر صل عليكم. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. إيش نقول يا إخوان؟ الحمد لله وصلي على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله على نعمة الاتحاد. لا لا حذاري حذاري، مو معقول يجهدف علينا. الله يستر. بإذن الله فوز الاتحاد اليوم بإذن الله، يعني إن شاء الله نسبة نحن نأخذ الدوري بإذن الله 8%. قصدي مو نأخذ الدوري، قصدي نحافظ على بطولة الدوري، لأنه إحنا بفضل الله بطل الموسم اللي فات. اللهم لك الحمد. فحذاري حذاري للهلال للنصر، إنه الاتحاد لن يصمت. عبد الله من جدك الاتحاد يأخذ الدوري. حذاري، أنا قلت حذاري. خلينا نشوف كم فرق الاتحاد. لو فاز حيصير 31 نقطة. طب الهلال كم نقطة؟ 53 نقطة. الله أكبر عليكم يا هلال، الله أكبر عليكم. صلوا على النبي يا أبوي. يعني الاتحاد لو أخذ 20 نقطة الهلال برضو بتصدر بإذن الله الدوري. الاتحاد حلو. كرت، أتمنى كرت لو سمحت. كرت أصفر على شعار الاتي الأصفر. الله عليك يا حكم أصلح. سلامات سلامات، إن شاء الله إنه ما في شيء، ان شاء الله يقوم مشافه معافى باذن الله. انا يا اخوان الاتحاد والله اللي فيه مكفي. مباراه اليوم الحمد لله قام. يلا قام الحمد لله ما في العافيه. غيابات الاتحاد على مباراه اليوم 14 لاعب ما هو موجود اليوم يا اخوان. هذا فريق كامل وثلاث لعيب احتياط كذا. يلا بكج شيل هديه. والله غيابات الاتحاد، ما اتوقع هذا الموسم وصل الاتحاد لعب فريق كامل. ما اتوقع، ما في مباراه نزل كذا طقم الاتحاد كامل لاعبين، لازم في غيابات. لكن احنا معاك الاتحاد في الحلوه وفي المره وفي كل حالاتنا، وباذن الله انه حياتنا كلها مع الاتي حلوه. يا رب. الله اكبر الله اكبر. والله تثبيته روما وتسديده يا حكم يا حكم اخر يا حكم يا اصلع. الله يصلحك انت توقف كده يا حكم. الله يصلحك. ولا كان بيرفع اوفر. اه لا يا رب. بلدي بلدي يا حكم بلدي. الاخطبوط الاخطبوط قروهي، هل حيكمل؟ هل حيمشي؟ اه يا قروهي، اه على الموسم اللي فات يا قروهي. مد الله التقدم، مد الله العرضية بالقدم اليسرى. الله انا قاعد اتكلم مع اخويا. انت هتسجل هدف اتحاد؟ خلي السالفه تخلص اتحاد، خلي السالفه تخلص اتحاد. ابو بتبيك حتى زعلان سميه دو القوم. لا لا معلش اسف. الله عليك وصل غامدي، الله عليك انت. ما ركزت الهدف صراحه. نشوف الهدف. الله مره جميل. عبد الله لسه ما جاء الهدف. الحمد لله حلو. اللهم لك الحمد. الله عليك يا مدو، الله عليك يا مدو. والله الهناء يا اخي، يا اخي رايق، يا اخي خبره، يا اخي ما شاء الله عليك يا فيصل الغامدي. توقعي الكابتن القادم للاتحاد اذا بيجي في الاتحاد، وان شاء الله نبقى في الاتحاد فيصل الغامدي. الله عليك، كان يوم من الايام يشجع الاتحاد. الله عليك يا فيصل الغامدي اسطوره. بسم الله بسم الله يا رب. الثالث روما تبرعت، ماني شايفك. سلامات سلامات سلامات. لا والله يا روما ما احنا ناقصين اصابات، والله ما احنا ناقصين غيابات، والله اللي فينا مكفينا. اقول لك يا روما 14 لاعب غايب عن مباراه اليوم. ما احنا ناقصين لك الله تصير 15 ان شاء الله. ما قدامك الا العافيه. بس والله اذا تقويت اكثر من كذا يا روما سير. الحمد لله، اهم شيء انك تقوم بسلامه. الهدف مو لازم عادي، الحمد لله عندنا هدفين. نمبر 1 ريتي. انت الشوط الاول بتقدم الاتحاد، اللهم لك الحمد، بهدفين مقابل لا شيء. هدف للاسطوره الظاهر عبد الله مقصيه والاروع، والثاني
بكل ثبات وثقة لفيصل الغامدي بإذن الله. الشوط الثاني أداء كده على الرايق وفوز مع كامل احترامي وتقدير للطاي بكل سهولة وثلاث نقاط إن شاء الله للاتحاد. لايكاتكم واشتراكاتكم إلى نبشو الثاني. رسميا كورنادو يغادر الاتحاد، لازم إنه لاعبين يغادروا الاتحاد من اللعيبة الأجانب. أول المغادرين كورنادو، شكرا يا الجوهرة على كل ما قدمته لنا. مين ثاني المغادرين في الاتحاد؟ البعض يقول جروهي، البعض يقول روما، البعض يقول جوتا. إلى الآن ما في شيء رسمي مين ثاني المغادرين من الاتحاد. اللي همنا بإذن الله الاتحاد ينافس في كل البطولات والاتحاد يكون في أفضل حال يا رب العالمين. يلا يا صالح، يلا يا صالح، دوبك نازل يا صالح. بسم الله بسم الله. الثالث يا رب يا رب. لا إله إلا الله. المباراة الثالثة جماعة الخير، المباراة الأخيرة أربعة، هذه المباراة ثلاثة مع كامل احترام والتقدير للفيصلي والطائي. قد تنتهي معه المباراة، هذا تحول سريع، هذا تحول سريع. يا السلام يا السلام يا السلام يا سلام يا تيكي تاكا. يا الله التاريخي، هل التاريخ هو اللي حيغادر مع كورنادو؟ لا 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 لا. آه التاريخي، آه الهدف، آه التيكي تاكا. شوف حمد الله لكانتي، كانتي حاط الروما، توقعنا كلنا حيعرف بوب. ما شاء الله تسديدة صاروخية، هدف حتى الحارس ما توقعها. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. بثلاث أهداف نظيفة إلى الآن، ثلاث نقاط للعميد المونديالي نادي الوطن الاتحاد. اللهم لك الحمد. أهداف اليوم كل هدف أجمل من الثاني، جمل تكتيكية، شوية مقص، شوية هدف على الرايق. اليوم الاتحاد اللهم لك الحمد مع كامل احترام والتقدير للطاي فوز بكل هدوء وثقة. اللهم لك الحمد والشكر. مشي يا سلام. الرابع بإذن الله، يلا يا مدو، يلا يا مدو. الرابع آخر مباراة، أربعة اليوم، أربعة. هذا الموسم لا لسه ما ضعت يا رب. ايش صالح العمري وروما انت ليش ما سددت؟ ايش في؟ الحمد لله فايزين فايزين خلاص، انا كنت طمعين خلاص. اربع الحمد لله، ثلاثة قصدي عفوا، هذا هدف الحمد لله. لا جيب الرابع، يلا بسم الله بسم الله الرابع. يا سلام ما شاء الله. يلا الحمد لله، اسحب الحمد لله. اعرفك ما شاء الله مراوغاتك مرة عالية، الحمد لله مهاراتك عالية، خمس نجوم ما شاء الله عليك. هي هي يا روما. لا يا روما، روما هذه السهلة ضيعتها والصعبة جبتها يا روما. ليه روما يا تاريخي يعني السهلة كذا ضيعها؟ يمون يمون، ويستاهل ويستاهل ألف فرصة هذا التاريخي. طب الحين هذا حيمشي ولا حيبقى ولا ايش؟ ايش الاخر الحين؟ مين اللي حيبقى في الاتحاد؟ حطلعوا بنزيما ولا حطلعوا روما ولا حطلعوا قروهي ولا حطلعوا مين؟ شوف ندم روما كيف على الفرصة. يلا يلا معليش معليش، فدى راسك فدى راسك يا روما. ألف فرصة يا روما يا التاريخ، ياما وياما. ما ننسى روما دائما كان هو رجل المباراة، روما كان دائما هو رجل الأزمات. روما التاريخي، انتهت المباراة. اللهم لك الحمد بثلاث أهداف للاتحاد، ألف مبروك لنا ولجماهيرنا، وهارد لك للطائي وجماهيره. ثلاث أهداف نظيفة، اللهم لك الحمد، كل هدف أجمل من الثاني، وثلاث نقاط مستحقة بأقل مجهود مع كامل احترام والتقدير للطائي وجماهيره. اللهم لك الحمد بإذن الله. الله يديم أفراحنا الاتحادية، وبإذن الله القادم أفضل وأقوى. لايكاتكم واشتراكاتكم. السلام عليكم.